إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر لايك ومشاركة مع الأصدقاء والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله ندير لكم فيديو ديال الانتربتور أوتوماتيك اللي أكثرية كيقول ليها ديتيكتور، مي أنا في الدومين ديالي تنقول ليها انتربتور أوتوماتيك، حيت كدير بلاصة الانتربتور، يعني الطريق بلاصة الانتربتور، يعني كنحيد أنت السيرو ديال الضو اللي كتكون في الحيط، يعني السيرو ديال الضو اللي كتكون في الحيط بحال في الدروج ولا في لي كولوار، وتندير الانتربتور أوتوماتيك. كما كتشوفوا هي هذه الانتربتور أوتوماتيك، الانتربتور أوتوماتيك اللي فيها جوج ديال ثلاثة ديال لي ريغلاج، فيها الريغلاج ديال الموفمون، وفيها الريغلاج ديال التوقيت ديال لي مينوت، يعني من 10 سيكوند حتى 8 دقائق، وفيها الريغلاج ديال الا بغيتي تطفيها كاع، الا بغيتي تشعلها اوتوماتيك بزاف تطفو وتشعلها اوتوماتيك، الا بغيتي تشعلها ديريكت، يعني يكون الضو شاعل ديريكت بحال الشكل ديال السيروج. بالنسبه للانتربتور اوتوماتيك اللي هي زوينه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل، الدراري الصغار ولا حتى الكبار راه كينصاو في الضو ولا في الدروج ولا في الكولوار. بالنسبه لهذا الانتربتور اوتوماتيك وقت اللي كندوز من حداها كيشعل الضو، كان بروغرامي 10 سيكوند 3 دقائق 2 دقائق تيطفى راسو. بالنسبه للانتربتور اوتوماتيك فيها حتى بالنسبه للريغلاج ديال الموفمون يعني التحركات، الا كان باش ما كتزيد لا فيتاس ديال التحركات، يعني كديتيكتي دغيا. وبالنسبه للطريقه ديال البرونشمون ديال الانتربتور اوتوماتيك غنوريكم الطريقه وبقاو معايا. كما كتشوفوا معايا الانتربتور اوتوماتيك كيكون هنايا الفاز، هنايا الفاز، وكيكون الروتور ديال البوله، هادي كتخدم دو فيل. بالنسبه للانتربتور اوتوماتيك راه فيها 3 فيل وفيها دو فيل، 3 فيل اللي كيخدم اللي كيدخل ليها الفاز والنوتر والروتور ديال البوله. انا اليوم غنخدم لكم بدو فيل، يعني الفاز والروتور ديال البوله. بقاو معايا. كما كتشوفوا عندنا هادو الفاز والنوتر ديال الضوء اللي جاي من الضوء، يعني هادو بحال هادو هما دابا اللي يعطيو الانتربتور اوتوماتيك. عندنا ال في البورن، هذا هو الفاز كيتسمى ال، كنزيرو بحال هكا، كنزيرو الفاز، وهذا اش كيبقى لينا هنايا؟ تيبقى لينا النوتر، النوتر والنوتر اكثرية كيدوز ديريكت البولة، وهذا دوي جوديس ديال البولة. النوتر اللي غادي نجيبو نزديه مع النوتر ديال البولة، وكيبقى لينا الروتور ديال البولة اللي كنتلاقى واحد البورن اللي هو هنايا خاوي، كنجيبو هنايا. الطريقة ديال البرونشمون ديال الانتربتور اوتوماتيك راه ساهلة بزاف. الطريقة ديال البرونشمون دوك جوج الخيوطة اللي تيكونو في الساروت تنحيدهم وكنجيبهم كنبرونشيهم في الانتربتور اوتوماتيك، يعني ساهلة بزاف في التركاب، ماشي شي حاجة، يعني كنحيد الساروت عادية في البواطة وتنركب بلاصة اوتوماتيك. كما كتشوفو معايا هنايا عندنا هنايا ال اللي هو الفاز، وعندنا هاد العلامة هادي ديال الروتور ديال البولة كتسمى ديال البولة. وكما كتشوفوا عندنا هنايا الريغلاج، هذا الريغلاج ديال التيمر، هذا الريغلاج التيمر اللي فيه هذا الريغلاج ديال التيمر اللي فيه 10 سيكوند حتى 10 دقائق، 10 سيكوند 2 دقائق 4 دقائق 6 دقائق 8 دقائق و10 دقائق. كما كتشوفوا عندنا واحد الانتربتور صغيره هنايا، هذا الانتربتور صغيره اللي فيها 3 ريغلاج، الريغلاج الاولاني الا حطيتيها الوسط كتخدم اوتوماتيك، الريغلاج اللي من هنايا الا بغيتي تخد تطفيها ما بقيتش تشعل، والريغلاج الاخر يمكن لك تشعل ديريكت، ما يمكنش تحكم فيها اوتوماتيك، يعني ما تخدمش اوتوماتيك تشعل ديريكت. وبالنسبه لهذا الريغلاج الاخر، هذا ديال الموفمون، هذا الريغلاج ديال الموفمون اللي فيه من 5 حتى 1275 ديال في الريغلاج ديال الموفمون. وكما قلت لكم بالنسبه للبرونشمون ديالها هو هذا، كتلقى الفاز والروتور ديال البوله، كندخل الفاز للانتربتور اوتوماتيك وكنعطيه الروتور ديال البوله، والنوتر راه كيدوز ديريكت للبوله. وانا غنشعل لكم انتربتور اوتوماتيك وغتشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها كيفاش دايره، هي هادي، وهذا الضوء كما كتشوفوا، هي هادي، هي شاعله كما كتشوفوا. الانتربتور اوتوماتيك دابا شاعله، كتبقى واحد شويه كطفى، انا بروغراميتها على 10 ديال السيكوند، كتبقى شويه وغادي تطفى، ومنين كتحرك عاوتاني كيكون الموفمون قدامها راه كتشعل اوتوماتيك.
وبالنسبه للانتيريبتور اوتوماتيك ماشي بحال الفارياتور، الفارياتور اللي كتبغي يكونوا لي لومبليد ديمابل، اللي ديمابل حنا تنقولوا ديمابل لي لومبليد، ديمابل هي كتخدم فارياتور، وبالنسبه لهذه ما كطفاش حيت كيكون الموفمون قدامها، يعني خص تكون مخبيه باش يكون يعني فاش ما كيكونش الموفمون قدامها كطفى كما كتشوفوا، وهي الطريقه عاوتاني غادي تشعل. هي شعلت ياك، وغادي نخبيها حيت دابا الا كنت قدامها انا ولا كان الموفمون قدامها راه ما يمكنش تطفى، ودابا ان شاء الله كما كتشوفوا غطفى. وبالنسبه للانتيريبتور اوتوماتيك اللي مزيانه بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم الدراري الصغار وحتى الكبار، بعض الناس كاين كبار كينساو الضو ما كيطفيوش، وبالنسبه للديور اللي تيكونوا ديال الكرا اكثريه، كاين اللي عنده سوق باش يطفي الضو، اللي اكثريه الناس اللي كيخلصوا الله يحسن العوان راه كيطفيو الضو، بالنسبه للناس اللي ما عنده سوق راه ما كيطفيش الضو. وباش نتفادى هذا المشكل كناخذ انتيريبتور اوتوماتيك. وبالنسبه للناس اللي ما قادينش يشريو الانتيريبتور اوتوماتيك فواحد لاكام اللي هي زايده في الثمن، انا جبت لكم واحد لاكام اللي هي رخيصه بزاف وباقل ثمن، اللي كما كتشوفوا هي هادي. انا هاد الانتيريبتور اوتوماتيك انا اللي صوبتها في هاد لاكام هادي، يعني هاد الانتيريبتور اوتوماتيك اللي بغيتها حتى الناس اللي ما قادينش يشريو لا مارك اللي هي غاليه، انا جبتها لكم في هاد لاكام اللي هي رخيصه بزاف، حيت راه ما يمكنش. كاينين الناس دابا فاش كيجي عندك كيقول لك بغيت لانتيريبتور اوتوماتيك على حساب نديرها في الكولوار ولا نديرها في ليسكالي، ولكن فاش كتقول ليه الثمن كيقول لك غاليه عليا بزاف ما يمكنش ناخذها. وخدمت عقلي مزيان حتى تلاقيت الحل بالنسبه للناس اللي عندهم المشكل في الضوء، وجبت لهم هاد الانتيريبتور اوتوماتيك اللي هي رخيصه بزاف. وبالنسبه للاثمنه بلا ما نقولهم لكم دابا، اللي بغى يعرف الاثمنه ديال لي زانتيريبتور اوتوماتيك ياخذ النيميرو ديالي في صندوق الوصف، ولا يخلي لي شي تعليق وان شاء الله غنجاوبكم. وبالنسبه لاي واحد عنده شي حاجه شي اسئله في الكهرباء، ولا عنده شي مشكل في الضوء في الدار، ولا اي حاجه كتعلق بالكهرباء، انا مستعد نجاوب عليها، وان شاء الله ديما معكم وديما الجديد معكم ان شاء الله. وما تنساونيش من لايك، وكنشكركم بزاف حيت تعاونتوا معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.